طيب، إلى ملفنا الثاني. أعاد مقطع فيديو جديد لتحرش شابين بفتاة في الطائف ملف التحرش للواجهة من جديد، وأظهر مقطع الفيديو تحرش الشابين في الفتاة بالشارع. خلنا نشوف. خلال الأيام القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو تظهر سلوكيات غير لائقة في مجتمع تربى أبناؤه على قيم الأخلاق الإسلامية. وإذا ما أسهمت التقنية الحديثة في الكشف عن بعض الحالات فالخفاء أعظم، كما يؤكد البعض ذلك. ولعل المقطع الذي أظهر فتاة تتعرض للتحرش اللفظي والجسدي في أحد شوارع الطائف حرك الموضوع من جديد في حادثة متكررة سبقتها حالات وقعت في الآونة الأخيرة، إحداها قضية التحرش بفتاتين في كورنيش جدة، وقبلها قضية التحرش بفتيات في أحد المولات التجارية في الظهران. ويقدر عدد قضايا التحرش بالمملكة حسب ما كشفته وزارة العدل العام المنصرم 2797 قضية. ومع تزايد حالات التحرش الأخيرة دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إصدار قانون واضح لمعاقبة المتحرشين ليكون رادعا لهم. ويؤكد البعض أن التحرش لا يقتصر في تصرفات الشباب فقط، فمن الممكن أن الفتيات أيضا يقمن بذلك أو يساعدن في ذلك. وعلى أي حال فالكل يتفق على أن التحرش ممارسة غير أخلاقية وظاهرة تعكس إلى أي حد وصل تحضر الشعوب. في تويتر ظهر هاشتاغ بعنوان تحرش بفتاة في الطائف، عبر فيه المغردين عن استياءهم الكبير جدا حول هالموضوع. نشوف أول تغريدة، كانت أول تغريدة من أبو عبد العزيز. بدأ أبو عبد العزيز بتغريدته بآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أما أسماء كان لها رأي مختلف وتقول أن المرأة أحيانا تكون سبب للتحرش، مثل ما حصل في جدة تصرفات ما تليق أبدا بأنثى، ولفت انتباه للشباب لها ثم تقول ليش يعتدون علي. سكينة كان عندها رأي آخر، غردت بقولها: هناك في كل دول العالم تحرش، وأيضا في قوانين تكافحة، وهنا يوجد تحرش ولا يوجد قانون يكبح هذا التحرش، وما زال بعض أعضاء مجلس الشورى الموقرين يرون أن قانون التحرش ما هو ضرورة ويستعصمون بذرائع واهية. محمد الشهيل غرد بقوله: إن تمنع ابنتك من الخروج خشية المتحرشين فأنت أنقذت فتاة واحدة، لكن إن تربي ابنك على عدم التحرش فأنت أنقذت الفتيات. زادت حالة التحرش بالفتيات في السنوات الأخيرة، وأسهمت وسائل التواصل والتكنولوجيا في كشف الكثير منها. الآن بشرح لكم أشهر 10 حالات للتحرش ضد النساء. في جدة ضبطت الهيئة راقي ومفسر أحلام معروف تحرش بفتاة في عيادته المخصصة للاستشارات الأسرية وطلب مواعدتها، فتقدمت الفتاة ببلاغ للهيئة وقالت فيه أنه تحرش فيها أثناء المراجعة بأحد أقاربها عنده، وطلب إقامة علاقة محرمة معها لكن تم تقديمها للمحاكمة في حينه. في كورنيش جدة كانت واقعة كانت مثار سخرية لبنات كانوا يضربون شاب ويقولون أنه تحرش فيهم، والفيديو أظهر البنات وهم يضربون الشاب ضرب مبرح. في المنطقة الشرقية أيضا، تحديدا في الدمام، عاقبت المحكمة الجزائية 6 شبان تورطوا في قضية تحرش بفتيات في مجمع الظهران مول بالسجن 15 شهر مع الجلد، وحكم على أحدهم بالسجن 5 أشهر وعلى 2 منهم ب3 أشهر لكل واحد فيهم، وعلى رابع ب2 وعلى 2 بالسجن شهر لكل منهما مع الجلد. أيضا كمان في الشرقية قبضت الشرطة على متحرش بطفلة، أطلق على القضية طفلة المصعد، وتبين أنها 20 ومن أصحاب السوابق يعاني أيضا من اضطراب سلوكي. أيضا في الشرقية
مثل ثلاثيني أمام المحكمة بعد أن تحرش جنسياً بطفلة تبلغ من العمر 12 سنة داخل حافلة، لكن تنازل أهل الضحية عن الحق الخاص ونظرة المحكمة في الحق العام. من جديد يعودون الرقاة إلى الصورة. الشرطة ألقت في مكة المكرمة القبض على أحدهم بتهمة التحرش بمريضة داخل منزلها. الرجل طلب الاختلاء فيها، قام أهلها وبلغوا الشرطة اللي حضرت على الفور وضبطت بحوزة هذا الراقي أدوات جنسية. في الطائف خضع وافد هندي للتحقيق بعد ما حاول الوافد احتجاز بائعة سعودية معاه في نفس المحل تعمل معاه، وحاول الاختلاء بها داخل المستودع، وبالتحقيق تبين له سوابق معاملات أخريات. في مكة أيضا تمكنت الهيئة من ضبط 20 تنكر في ملابس نسائية وتعود على دخول دورات المياه النسائية والتحرش الجسدي بالنساء، وقبض عليه وهو يستبدل ملابسه في سيارته. قضية ضمن التاسعة هذه قبل أسبوع فتحت الجهات الأمنية في جدة تحقيقات في مقطع تحرش ببنتين في أحد المتنزهات في جدة بعد انتشار المقطع على نطاق واسع، وهذا بعد ما كشفوا عن مجموعة من الشباب ظهروا في المقطع. القضية العاشرة اليوم تم الكشف عن مقطع مصور أظهرت فيه بنت تعرض للتحرش اللفظي والجسدي في الطائف من شابين يلاحقون البنت، إلا أن أحدهم تحرش فيها جسديا في حين كان شاب ثالث يتفرج على المشهد. رأي الناس حول هذه الظاهرة خلونا نشوفها وكيفية معالجتها في هذا الاستطلاع، نشوفه ونرجع لكم. أرى أن حوادث التحرش لها أسباب كثيرة، لكن وضع قوانين صارمة ومعروفة تنفذ أكيد سيحد من هذه المشاكل. هي لن تقضي عليها تماما لأنها كما ذكرت لها أسباب متعددة، ولكن على الأقل ستحد من ظهورها وحدوثها إن شاء الله. المعاقبة وقوانين الصارمة هي الأفضل حل للظاهرة الجديدة هذه، لأنه شوف بدأت تتفشى بمجتمعنا أكثر قبل فترة بجدة، بعدين بالطائف، والحين بعد بالرياض، فالمشكلة يعني بادية تكبر أكثر وأكثر. المعاقبة والقوانين الصارمة هي أشوف إنه أفضل حل لها. تحرش يا أخي، هم اللي يجيبون تحرش لنفسهم البنات، يعني وين أمها تجي ألم متسترة البنت معها متبرجة خالصة، يعني ما تعرف إن حرام التبرج، تجي لابسة كأنها رايحة العرس، يعني ليه ما تدري إنها بذمتها بنت هذه؟ أنا ما ألوم الشباب صراحة، أنا ما ألوم الشباب، يعني يشوفون قدامها واحدة متزينة متلبسة كأنها رايحة العرس، يعني ما يجوز كذا. عن طريق سن نظام لمكافحة التحرش وعقوبات رادعة للمتحرشين، وأعتقد أنه من أفضل الأساليب هي إعلان العقوبة بالبداية، ممكن تكون رادع لكل من ينوي أو لا قدر الله يعني لا يقدر اللي ممارس السلوك البشع. تنضم لنا في الاستوديو المستشارة الأسرية الدكتورة مها قطان. أهلا دكتورة. أهلا الله يحييك. احنا عرضنا 10 حالات كانت متعددة في مناطق المملكة. ليش تعددت الحالة هذه؟ ما كانت في منطقة واحدة منتشرة، ليش في الوقت هذا تحديدا؟ هي لها ظاهرة التحرش بالنسبة في المجتمع السعودي لها فترة من بدايتها، أتوقع يعني أكثر واحدة كانت انتشرت اللي هي البنات اللي كانوا في طريق النهضة. هذه قديمة، كانت قبل يمكن 8 أو 9 سنوات. أيوة، ولاقوا المتحرشين هذولاكي في ذيك الفترة كان وقعت عليهم عقوبة تعزيرية، وكانت العقوبة بصراحة يعني قوية أو شديدة. لكن بعد كذا اختفت المواضيع التحرش فترة من الزمن، أو بالأحرى يمكن ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنها تثيرها وأنها تطلع على السطح. ظاهرة التحرش هي ظاهرة موجودة، ما نقدر أننا نمنعها يعني في العالم كله، سواء في مجتمعنا أو في، لكن أنا بصراحة تحتاج طبعا لخطة علاجية، تحتاج لخطة وقائية وتوعوية. وقائية اللي هي تتبنى الجانب التوعوي زي البرنامج هذا مثلا، وبنفس الوقت علاجية تتناول
شخصية المتحرش، لأن أكيد بالتأكيد إنه شخصية أكيد في عنده اضطرابات سلوكية، أكيد البنت في عندها اضطرابات سلوكية. إحنا ما نستطيع إنه نلقي اللوم على الشاب، ولا نستطيع برضو إنه نلقي اللوم على الفتاة. وبعدين أنا أستغرب إنه دائما يلقون اللوم على الفتاة إنها طلعت متبرجة، أو إنه طبعا هذا كلام إنها طلعت متبرجة أو هذا ما هو صحيح، هذا ما له بس علاقة. بس أنا بقول لك دكتورة، الحين أنت تقولين إنه ما نقدر نلوم الولد أو ما نقدر نلوم البنت، لو كان في قانون يعني رادع جدا لهم ما تكررت أبدا هالأحداث. نعم. ولا تجرأوا أنهم يصورون. هو لو كان في عندهم قانون مثلا وتندرج تحته عناصر، واحد اثنين عدة مسوغات، يعرف أني أنا والله لو مديت يدي حيصير كذا، ولو أنا لو سويت كذا، لو تصوير حيكون كل شيء لها عقوبتها. أي نعم في قوانين، إحنا ما نقدر نقول أنه ما في في قانون الحماية من الإيذاء، لكنه لا يشمل التحرش. مجلس الشورى كان عندهم النظام هذا اللي هو التحرش، وأقفل الملف. صحيح. ما عاد ندري عنه الآن. صحيح. وما صوتوا له. أي من فأقفل. أي أرجع ولا أقفل ولا لا أرجع. وفي ناس ما صوتوا لل يعني، وأنا أستغرب إنه عضوات مجلس الشورى المفروض إنهم يكونوا أكثر ناس متحمسات للأمور الخاصة بالنساء ولا شيء إلى الآن، يعني ما حصل شيء أبدا إلى الآن، ما حصل أي شيء بالنسبة لقانون التحرش. برضك بالنسبة اللي أقول لك، اللي هي الشخصية السيكوباثية، دائما في بعض الشخصيات السيكوباثية تشعر بمتعة في إنها تأذي الطرف الآخر. فكمان إحنا ليها، أنا أقول لك إنه لازم محتاجين هذولي لعلاج. في دراسة برضك سوتها أعتقد مركز الحوار الوطني، ولكن الدراسة هذه كانت منصبة على فئة، ما كانت الفئة المستهدفة اللي هي سن 18 أو المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية. أيوة. اللي هي عندك الثالثة اللي هي طلاب الجامعة، هذه الفئة المستهدفة المفروض أنه حنا في الدراسة هذه على أساس أنه حنا نطلع بنتائج. أنا أستغرب أنه الدراسة هذه على أي أساس طلعت بأنه أنه البنت أنها زينتها وما زينتها والخربيط هذه. لا، في أمريكا وفي دول أوروبا برضو تكون متبرجة برضها تتعرض للتحرش، إذن ما له علاقة المسألة، ما لها دخل فيها. لا ما لها علاقة لا بالتزين ولا بالتبرج ولا بالأشياء هذه. أنا شفت مقطع الطايف إنه كانت البنت ما يعني متسترة تماما. نعم. يعني نعم. أستغرب إنه شخص مريض إنه قاعد يتحرش بوحده بذاك الشكل، يعني ما له دخل تبرج أو لا 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 لا. وبعدين في بعضهم ممكن يكونوا مثلا يتعاطون، في بعضهم هل هم تحت تأثير مخدرات، هل هم تحت تأثير حبوب، هل هم مثلا هل هي عندهم مشكلة سلوكية، هل هي مشكلة تربوية. حنا هالحين غياب القيم الإنسانية، غياب المبادئ هذه. أذكر بعد قضية نفق النهضة. أي. أذكر أنه صار في دورات كاراتيه للبنات، وأنا قلت واحدة من الحالات اللي في جدة أنه بنات ضربوا لهم ولد في عشاطي ضرب كان مرة كويس يبيلي. عشان تحرش فيه. فزي هذه أتصور أنه حل، بما أنه مجلس الشورى لا زال الآن تو ما ناقش وأرجع الملف، أنه البنت يعني تأخذ حقها بيدها أحيانا. هي بالآخر أنت لو شفت في اللي تشيل معها في شنطتها الفلفل، واللي تشيل معها الساعق الكهربائي، لكن هل أنا مضطرة أني أنا عشان أمشي بأمان، أو لو أنا وعيالي وزوجي وماشيين وألقى واحد، لأنه في بعضهم كمان تمادوا على الناس حتى اللي مع أسرهم. صح. صح. في بنت في قصة كمان اللي هي تعرضت للإيذاء ولا للتحرش، وهي كانت مع أبوها، بالآخر تركت ضرب أبوها فهي مسكته ونزلت شبشبته يعني. أي والله. المشكلة الآن يعني أنا هذا السؤال اللي صحيح دائما أقوله، إنه هل الشباب الآن زاد عندهم التفلت في المرحلة الأخيرة هذه، يعني صاروا يحبون الفضائحية بشكل كبير؟ لا، هم مش حكاية إنه الفضائح، هم يحبوا الشهرة على كذا شيء إيه، على أي شيء، المهم إنهم يطلعوا، إنهم يوزعوا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الكيك، عن طريق أي برنامج يعني، على أساس إنه هو سوى أكشن يعني. فأكثر شيء هذا اللي أتوقعه. بعدين الدور اللي يحتاج دور وقائي، دور علاجي، العلاجي لازم يدخل فيه الأهل، في التربية، في التعليم. هذول كلهم طالعين من مدارسنا، وكلهم طالعين من جامعاتنا، وكلهم طالعين من بيوتنا ومن حاراتنا ومن يعني المتابعة للولد هذا وللأسرة نفسها هذه اللي عندهم ولد متحرش. إحنا ما نعرف عنه هذا إيش يحصل في البيت برضو. يعني في متابعة المفروض حتى إيش دور الأهل، إيش قدموا الأهل لولدهم هذا، إيش الرعاية اللي قدمت. لازم في ناس متخصصين نفسيين اجتماعيين يتابعوا الحالات اللي زي كذا. طيب المستشارة الأسرية دكتورة مها قطان، شكرا لك، تعبناك اليوم. شكرا. لكن آراءك كانت في الصميم على طول. شكرا. يعطيك العافية. شكرا لك.